لك معلم. لا شكر على واجب، الشغلة مو محرزة. بس هي المو محرزة أنقذت حياة رهف. نرجع للشغل. شفت شاكر؟ كيف الوضع؟ منيح. حلو. مروان وشوقي حميت بيناتهم ويمكن تعلق عن قريب. تطور محسوب. مروان من جهة ومن جهة شوقي، وبيكون الحسم عن شاكر. راح تبدأ الحرب. أكيد الحرب. السلام كلمة حالمة يا جماعة، بس الحرب حقيقة واضحة. نحن ناس واقعيين، ما هيك يا اسماعيل؟ أكيد سيدي، هي وثيقة دقيقة وواقعية صادرة عن وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وراح أعطيكم صورة واضحة. عم نسمعك. لخصت الأهم، أمريكا أمنت 55% من حاجتها للبترول بعام 2001، والرقم رح يصير 75% عام 2025، وهذا يعني مخزون البترول عند حلفائنا الأمريكان بانخفاض دائم. مشان هيك الأنظار توجهت نحو الدول اللي بتمتلك مخزون كبير، يعني على الشرق الأوسط. مراد وقتك إجا، هذا هو الوقت المناسب لتلمع فيه، ولما بتشوف إنه الفرصة سنحت لك اخطفها من دون حساب. إيه معلم. إيه ايه اكيد. شوف، هي حرب، الفرصة اللي ما بتستغلها بتروح عليك، وبيجي واحد غيرك بياخدها وبيستخدمها ضدك. ولأنك نجم جديد رح تتسلط عليك الأضواء بوادي الذئاب كله. هدفك واضح. أي فرصة؟ أكيد المجلس، هو المنظمة اللي بتدير أموال بتساوي نصف الدخل القومي التركي، سواء استفادت من نتائج هاي الحرب أو لا. حتى تمرر مصالحها؟ مصالحها أوسع من نتائج الحروب الضيقة. ومصالحنا معلم؟ بشو رح تبدأ حربنا؟ 112 مليار برميل احتياط العراقي، الاحتياطي العام 200 مليار برميل تقريبا. ببساطة هذا الرقم بيستهلك بالصراعات، وبيساوي المخزون العالمي لـ30 سنة. روسيا وفرنسا تصرفوا بعقل، وصاغوا علاقة تجارية مع صدام حسين، وعقدوا صفقات بمليارات الدولارات تتعلق باستخراج النفط وشحنه وتكريره كمان. وبعدهم الطليان والألمان وحتى شركات إسبانية وصينية كمان. هيك بيكون عنا بقي دولتين كبار لسه لهلأ ما أكلوا من الكعكة. أمريكا وإنجلترا. أكيد بهيك اسمي ما راح يكون في عدل، يعني أكيد راح تنخلق أزمات، ولازم نفكر منيح شلون راح نستفيد من الوضع. أكيد بتتذكر كيف بدت الحرب العالمية الأولى. لكن كان كل شيء جاهز، وكانت المهمة ضرب ولي العهد النمساوي. بالضبط، لكل حرب في شرارة. بس مين الأمير هالمرة يا معلم؟ مراد علمدار. الواحد بس يعمل ملك،
بتكون مهمته يلاقي الأمير. رماب خلقتي شو هالجرأة؟ والأدهى ما بيعرف مين عملها. مين مروان هاد؟ مين؟ وشاكر ناب السن؟ واحد ختيار مكحكح وقبضاي بشوارع بسكين، اجر بالحياة واجر بالقبر، والتاني بياع رز ما فاز من البيضة. يا ميماتي الحركة مو نظيفة، تعقدت كتير. نحن منتبهين معلم، كله تمام. ترى العم بيعرف الأصول وكتير بيحتاط، بس ما بيرحم خصمه أبدا. بكل الأحوال شو مصلحته يقتل زلمة شوقي ويرجع يجيب الجثة لعنده؟ شو رأيك بمراد معلم؟ معقولة؟ بلكي هو عم يخبص، ليش لا معلم؟ مو ظابطة ميماتي، بعدين ليش ليحط خاله بهيك ورطة؟ الشاب مبين عليه آدمي ومو تبع مشاكل. من هون وهيك أي طريق بيوصلك لهدفك بيكون مشروع. إيه معلم إيه، عم أفهم. مو غريب؟ وشو الغريب؟ تجليات القدر، انت وبلدك رح تدخلوا الحرب بنفس الوقت، اما بتطلع من الحرب بطل منتصر يا اما او ميت. بتعرف ما في فرق بالحالتين. اسمعني منيح يا مراد، ما لازم نفرط بحياتنا ابدا، مفهوم؟ ان شاء الله معلم، بخاطرك. الله معك، بالتوفيق. الله يحميك يا ابني، الله يحميك. وهيك منكون غطينا 3 سيناريوهات للحرب. سيناريو الانتصار، أمريكا وحلفائها بيدخلوا بغداد خلال كم أسبوع بدون أي مقاومة تذكر، صدام بيسقط، وآبار النفط تبقى سليمة ما تتعرض لأي تخريب. والتاني سيناريو النفس الطويل، منطول الحرب مع أنه بتخلص المعارك الكبيرة، تبقى تشكيلات مقاتلة صغيرة تضرب بعض آبار البترول وهيك بيرتفع سعر النفط. تالت الكابوس المزعج، أمريكا بتندحر وبتخسر الحرب. الحقيقة إسماعيل السيناريو الأخير اللي سميتوه الكابوس بزعل. ونحن شو راح يكون وضعنا؟ شو هو دورنا؟ نستفيد من أي سيناريو محتمل؟ لازم نهدي اللعب يا ميماتي. شو علي إذا انتظرنا لنشوف موقف المجلس؟ بالأخص إنه شوقي عم يخبص. شوقي ما راح يقعد عائل، وأنا هذا اللي عم أقوله. لازم ندعم العم مروان، بتشوفوا شو محتاج وبتنتبهوا عليه منيح. علم إيه معلم؟ بدنا هيك شغلة كم ليرة. بدك مصاري؟ قديش صرنا كابين مصاري بهالكم يوم؟ شبك لك ميماتي؟ طلع أضافيرك واللي قلنا عليه قرش اسحبه من عيونه، إن شاء الله بتحرقهم كلهم. تمام معلم. إذا ما دخلنا الحرب تفلت الأمور من إيدينا، المخدرات والسلاح والأعضاء البشرية كله بيروح من إيدينا. نظام جديد يعني إنسان جديد، فينا نحافظ على علاقاتنا؟ يعني تأسيس علاقات جديدة كمان بكلف كتير. إذا بقينا برات الحرب هذا بيعني وجود أطراف تانية رح تتنافس على مصالحنا، مهم نشارك ولا منطلع من اللعبة. بدك ما تنسى الجيش الأمريكي يا صديقي، هدول سوق كويسة. هيك تمام، مثل ما صار بحرب فيتنام، أما هالمرة أصعب شوي، الإجراءات الأمنية أصعب. هون العراق سوقه أكبر، بس الحل بسيط كتير مع وجود مروحيات أصدقائنا الإنجليز والأمريكيين. إذا صارت الحرب يعني بزيد الطلب على سلاح، خاصة إذا خسرت القوات العراقية. في أحسن من هيك؟ بصير كل واحد بالبيت بده سلاح، بزيد الطلب عليه ورح بزيد السعر. النتيجة يا أخوان، سواء أي طرف كسب الحرب السلاح رح يزيد عليه الطلب من كل طرف، ومصلحتنا أكيد رح تكون بالجهتين، لأنه الربحان بده يحافظ على موقعه، أما الخسران بده سلاح ليقاوم المنتصر.
أنا بفرجيهن، بدي رب اسطنبول فيهن، بدي معسهن تحت رجلي. مروان شاكر وهذا الولد مراد. غريب، منين جابوا هالجرأة معلم؟ هذا اللي مجنني، بدهن يكونوا أخدين ضوء أخضر لحالهن ما بيسترجوا. ولك هدول مين؟ مين؟ أكبر أبضاء فيهم ببويلي صباطي المباشر. قالوا نعم. سامعك معلم، قول نعم. طبعا طبعا بأمرك، أكيد معلم، بعيوني. لازم روح، بدي تقص رقبة رجال شاكر. هدول بمعرفتك. لوين رايحة هالصرار؟ هاي الصرار عالسجن لعند المعترين، يعني اللي مالهم حدا. عمي كل جمعة ببعث لهم اغراض. عن جد؟ هيك بيرتاح. بيقول الرجال الطفران بالسجن بيوقع بالغلط. بعرف، يعني هو بالأساس وقع بالغلط مشان هيك انسجن. لكن في مثل بيقول الكحل أخف من العمى. الواحد بالسجن إذا ما معه مصاري تحميه بيدخل مذنب بيطلع وحش. عمي عنده تجربة صعبة بالموضوع. أنت ما دخلت الحبس؟ بألمانيا دخلت الإصلاحية. عجيب، مو مبين عليك. ليش؟ باين انك مخبى بجلدك، عامل مثل البحر الهادي. هيك احسن. شوقي شاكك فيك انك قتلت زلمته. لو ما كنت قدام عيوني كنت كمان شكيت. كأنه في حدا بده ايانا نعلق مع شوقي. مين شوقي؟ كيف كبر؟ كيف صار؟ اسطنبول كلها بتكره شوقي. حقير ما بيعرف الله، بيتصلبط على الكل، ما بيعرف لا حق ولا باطل. أمير صالات الإمار عينه بعدها لهلأ مصاري شوفيرية الكراجات. وضعه ظابط؟ ما كتير، حساباته ما عم تزبط بنوب. بيعض وبينهش مثل الكلب السعران. خص وين راحت رجال؟ وشو بيعرفك يا خال؟ بكرة بيجي اللي عم تستناه. يا الله شو هالبلد هاي؟ شو صاير فيها؟ هجموا على بيتي وبعتوا شبيحة على المكتب ولحقونا على باب المحكمة وحاولوا يقتلونا بكل قلب بارد، وفجأة بيطلع ناس بيحمونا وبيقتلوهم. شو هاد جنان؟ شو هاد يا؟ طيب رهف طيب، لازم تهدي شوي لنعرف نفكر. كيف جنان؟ بس قليلي كيف؟ قليلي ليش هن تاركيننا بحالنا؟ ما شفتي وجوههم بالمخفر؟ ما صدقوا اللي صار. هو بالحقيقة اللي صار ما بتصدق بالمرة. صبايا بتحبوا تاخدوا شي تاني؟ بدنا كاسة لبن إلها وإلي قهوة سادة. تكرمي. لبن منيح بيهديلك أعصابك. بلا شو، ديري بالك أنتي على أعصابك منيح وشو بدك فيني؟ هلأ هيك؟ أنا متأكدة مثل ماني شايفتك رح بتصير الأمور منيحة. وليش أنا ما عم حس هيك؟ لأن حضرتك ما بدك تشوفيها. المحكمة رح تحدد الخبير خلال يومين، بعدها منروح منحكي مع أهل الحارة خارج إطار الدعوة. عمر أفندي أكيد بيعرفهم كلهم. ماشي نستنى ونشوف. بس بتعرفي أحياناً بحس إنه شغلنا كله ماله معنا بنوب. نحنا كل ما منقرب لنحل المشكلة يوم عن يوم بتتعقد أكتر ومنرجع من الأول. اسمعيني رهف، ما فينا نعيش بدون أمل إنه بكرة يكون أحلى. شو الموت لما بكون بحبك؟ أنا غامرت بالحياة مشانك. بحبك. أكيد أنا لسه عندي أمل ببكرة وماني متشائمة وبحب الحياة وفوقها متفائلة، بس ما عم بفهم. أنا همي أفهم شو اللي عم بيصير. خلص شيلينا من هالحكي بقى يا. وين بدك تعملي عيد ميلادك؟ ميلاد شو؟
العمر كله إن شاء الله. عرفت إنك ما رح تتذكري عيد ميلادك. أوف نسياني. ما في داعي أبداً. أنا بفكر. شكراً. عقبال 100 سنة. شكراً كتير. أول مرة بكون لوحدي. كيفك شوقي؟ الحمد لله معلم. كيف شغلك؟ منيح ها؟ حسكن سيدي عم نطقطق. ونحن شوقي عم نطقطق. أصلاً الشغل كتير قليل وعم نشتغل بتصليح اللي عم تخربوه. عفواً سيدنا ما عم بفهم، ما قصر بشي إلي؟ عجل شوي. معلم زلم شوي. مرحبا شباب. أهلين. يسلموا. انتبه على حالك. مو شغلك. هاي المصاري بالأخير رح توصل لمعلمنا. سلامي الخاص لمعلمكم. عم تعمل شغلات صغيرة شوي. المجلس سلمك اسطنبول من بابا. رحت علقت لي حالك مع أهل حارة صغيرة. رخصت حالك كتير يا شوقي. آسف كتير سيدنا، بس أنا فتت بهالشغلة بإذن منكم. معناها ما فهمت الإذن صح. اعتداء، تهديد بنات ونسوان، ليش ولا؟ ليش؟ بس أنا يا... لا تقول لي بس ولا. مد إيدك على جيبتك بتحل مشاكلك وبدون أي تخبيص بتحاول تغتال مرة يا شوقي. هذا كان ناقصنا. أسهمك بلشت تنزل. تأمر على الراس معلم. اوعى تفكر تتشاطر شوي يا فندي. انا عم قلك احسن لك، لانه اللي شالك من تحت الزبالة بيقدر يرجعك لتحته. عم تفهم؟ عم افهم معلم. حضرتك ما في حدا هون. لا مو موجود. سيد عطوان تليفون. مين؟ سوق الهال. يلا. الو انا عطوان. قلي في زلمه هون عامل فيها معلم، خربط لنا الدنيا كلها وفوتنا بالحيط. عم يحرض الناس علينا والناس عم تسمع له. طيب ماشي منحلها. ليك خليلي عينك عليه. طلبي الاستاذ. بدهم ينهوني، بدهم يحرقوني. ليك عطوا عمليات القتل لشاكر. عم يحضروا محلي. بس إذا زحت شاكر من الساحة كلها بهدلهم كلهم. إيه؟ تفضل سيد عطوان.
حكوا معي من السوق هلا معلم، في زلمة عم يحاول يحرض الناس علينا، شو نعمل؟ تاخد معك كم زلمة وبتروح لاقيك هنيك. الله ياخدك من وشي. ما حبيت اتصرف من عندي معلم، مع انه قتلهم كان سهل. قلت بلا ما نعمل حمام دم وتولى على ايدينا. ايه هيك تصرفت كتير منيح. بده يرد لنا الخازوق اللي اكله. بده يقلنا ولك بعدني موجود بروحكن، بعدني انا الكبير. بدي شوقي يموت مماتي، لسه ما عارف شو صار له. واحد مثله وصلت تنازلاته لهون، بدي يموت لحاله. يعني من رأى شو بيقولوا عنا؟ لا يهمك شو رح يقولوا عنك، تركه هو، خليه يفتح الحرب مو نحنا. اوعك هاي لعبة عبد أصابع. يا علي اشتقت لك. انا عارفان انه مو حادث، بس اللي مزعلني هالدنيا. يعني لو كان قضاء وقدر ما كنت زعلت. استغفر الله العظيم، بس حاسس انك رحت ببلاش وغدر. الموت حق علينا، بس انت رحت تركت ناس كتير وحدهم. الانسان مخلوق ضعيف، ضعيف ايه، وعينه على لقمة غيره. شو سبب موتك لكان؟ يخلصوا منك، خوفتهم. رهف كمان اشتاقت لك كتير، وعمي عمر وامك. كيف تركت كل هالناس؟ صاروا ميتين 100 مرة. قلي، لا تزعل مني، انا ميت مثلك وبعرف بشو عم تفكر. مو باللي تركتهم، بالسفلة اللي قتلوك. صح علي؟ انا غلطان شي؟ انا بقلك عن اخبارهم، وسخوا البلد كلها، اكلوها واكلوا حق الناس. مو قادر احكي. انا مثلك علي. انا بدي روح لعندك، شوفك منيح. كل لون له معنى خاص. الاحمر حب، الاخضر تمرد، الأزرق سعادة، والحسرة. الحسرة لونها أصفر، دائما الأصفر. والزعل؟ الزعل ما له لون محدد. الزعل ممكن يكون بكل الألوان، بيشبه الحياة، بكل الألوان ممكن يتعبر عنها. الإنسان بس يخلق بيصير يبكي وبيصير يضحك وبيعبر عن وجوده بالحياة بكل الأصوات اللي الله عطاياها، بكل الألوان. هيك بتكون الحياة. منعاملها بكل رقة، نستمتع فيها. لا تطلعي فيني هيك، الألوان هي اللي حكت. طيب شو هي الحقيقة؟ يعني كيف فينا نشوفها؟ الحقيقة ببساطة إنك تقبلي كل الألوان وتحبيها وتحبك. إيه بابا، أنا بضيع أحياناً. منين بدي أبدأ؟ فهمتني؟ من وين؟ إذا ما قدرت تكفي طريقك أبدي طريق جديد. كيف؟ دوري على المعاني، لون ورا لون، لما بيجتمعوا خلطيهم. هاي إلك يا رهف، مشان تتذكري الألوان. بس تضيعي تطلعي فيها
وتذكري الحياة ألوان. بابا رح علقها. ميلاد سعيد يا بنتي، العمر الطويل. بابا شكرا. هذا ابن اختك، يشبهك بشبابك كتير. طبعا لمين بده يطلع؟ الشباب حلو كتير، بتحس انه الموت بعيد عنك مع انك بترمي حالك عليه رمي، بتغمض عين وبتفتح عين بتلاقي عمرك كله صار وراك، وساعتها بتحس انك هربان والموت وراك بده يمسكك. الاجل محتوم اكيد، يمكن يجيك بأي لحظة، لكن الخوف ما بيقرب الأجل بنوب، والمكتوب ما منه مهروب. لازم نحترم كل خصومنا، شوقي أو أي حدا تاني. ما بيجوز أبدا تاخدوا غدر أو تجي من الظهر. قوم لنمشي، تأخرنا. إذا بتحب قوم لوصلك عمي. يا رب. تصبح على خير يا خال. اجي معك؟ لا لا خليك قاعد، سيفه بيوصلني. مع السلامة. دير بالك على المحل. سلام. أخي شاكر، انتظرت لحتى تنتبه لحالك، لكن فرحتك بحصولك على الإذن نستك. ليمشي شغلك صح في أصول. أنت شو عملت؟ ها؟ جاهلت وجودي كله يا شاكر. بصير هيك؟ خيبت أملي فيك. ما عملت لي لا قيمة ولا احترام. عرضت عليك ماكينات أمار ممتازة بشروط مريحة، تبين إنك موصي عليهم بدون ما تسأل أخوك شوقي، مع أنك بتعرف أني أكتر واحد بيفهم فيهم. إيه؟ على راحتك. بدك نتعامل هيك؟ اسمع شو عم قلك منيح، بدي حقي. اسطنبول هي مدينتي، هيك لازم تفهم. حقي بأي طريقة بدي إياه. عم تفهم علي ولا لا؟ باخده بالقوة. شو؟ المجلس أعطاك الإذن لتفتح صالة الإقمار صحتين، بس ليمشي شغل هي الصالة أصلاً بدك رخصة مني أنا هالمرة. هي الرخصة بتكلفك كل سنة 300,000 دولار إلي كاش. إذا بدك شغلك يمشي بدك تقبل بهذا الحكي، أحسن ما تندم بعدين بوقت ما بينفعك فيه الندم. ساعتها أنا رح دمرك. طلباتك صعبة بس أنا موافق عليها. روحي على حسابك. أنا كم أخ مثلك عندي؟ الأصول ما بينهرب منا منوب يا أخي، وأنت بتعرف معزتك عندي يا معلم. منيح. لسه في شي؟ ابعت لي المصاري. وين زلمة تسول هال؟ بالزريبة معلم. اعترف شي؟ لسه ما اعترف، بس يمكن زلمة مروان. ولا لسه ما ولدت أمه اللي بده يعلم علينا يا حقير. زلمة مين انت ولا؟ يا بتقلي مين بعتك يا بمسحك عن وجه الأرض. الله ينتقم منك. نجيب له مصاري. المشكلة مو بالمصاري، مو المصاري أصلا، مو هون المشكلة. 300,000 دولار ما رح أعجز عنهم، أما نحن نعطي خوة معناته رح نصير مسخرة بعيون الكل. شو وسطه هالزلمة؟ وبعدين
لك ما وصلت اللي أنا فيه إلا بعد ما متت 100 موتة. لا أجي هلأ شوه صورتي؟ شوقي عم يعمل معي هيك حتى يطلعني قدام الكل بدفع للي بخوفني. لك لا، ما رح أطلع هيك قدام اسطنبول. ها؟ لا ميماتي، لا، أكيد في شي فينا نعمله وبعدها بيطلع الحق معنا بنفس الوقت منزيح شوقي من الطريق. أي شي خلي شوقي ولا عمي ماتي وبعدين نموت، موتنا أسهل. إذا بدنا نتبهدل علي. رهف بحبك. علي كل سنة وانت سالمة يا حبيبي. شكرا كتير. لو تعرفي قدي حابب كون معك هلا. وأنا كمان اشتقت لك كتير. ما عندك ماضي، علي مات، أصدقاء، عيلة، ما عندك بنوب، ورهف كمان. أنا مو هون هلأ، فيكن تتركوا رسالة. رهف حياتي، أنا هلأ وصلت. بعرف إنه الوقت تأخر كتير وأنا تعبان. بدي أقلك تصبحي على خير. ليكي بدي أقلك آخر كلمة قبل ما نام. بحبك قد البحر. أوعك شي لحظة تنسي. بحبك، بحبك قد البحر، بحبك قد البحر. عيد ميلاد سعيد يا روحي. جبت لك هدية. نتمنى يكون جنبك رهف. أنا بحبك كتير، موت فيكي، موت مشانك. لا لا، أنا بعيش مشانك. رهف أنت هون؟ رهف وينك؟ صحتك مرجع، تأخر الوقت كتير. رهف اسمعي، رهف لا تشغلي بالي، حاكيني، أنا بحبك كتير. امبارح شفتك بمنامي، كان عيونك الحلوين عم يضحكوا لي بصوت عالي. خبيت ضحكاتهم بقلبي يا رهف. انتي روحي. علي كل شي ماشي؟ وين أختك؟ ما تجي تفطر؟ مرال؟ لا عم بسألك عن سعاد. أنا طلعت
طيب هلا شاكر نسرين شو دخلها؟ بالبيت في قانون وبده يتنفذ. قومي عيدي معنا على السفرة. ما بدي. يا ريت بلا مشاكل ميرال. مو طايقة أشوف جوزك بنوب. على أساس هو طايقك؟ قال بتجي بتنفذي وبس. وإذا ما نفذت؟ قوليله ميرال ما بدها تجي. ميرال بتعرفي شاكر. قوليلي ليش عم يضغط علي هيك؟ شو بعمل لحتى أخلص منه يا؟ صرت بدي انتحر من ورا. يو أحسن شي يشتكي عليه لشوف شو رح يطلع منه. يعني شو بده يطلع منه غير إنك تموتي؟ يلا بلا جنان وليه؟ أنا بقتلك. ها شارفي على الصفرة. صباح الخير. أهلين. مين بده شاي؟ لو سمحتي. انكبت لحالة. سلوى انتبهي ماما. حاضر ماما. حبيبتي قوليلي شو بدك لناولك؟ أنا ماشية تطلع معي؟ يلا هلا بهذا لا تخافي. بلا. الو ميماتي لا تنتظر داريا رايحه معي. ماشي. كانك مزودها شوي. روق يا شاكر هي مو اول مشكله ولا اخر مشكله. اوف جيتي داريا؟ شاكر بتقلك ام بعطيني صحن الي هلا. ما؟ اي مو تكرم عينك داريا؟ كيف رايتك؟ منيحة. هيك بدي اياكي. اعطيني اثنين رز بحمص. شو موقفك هون ولا؟ شو موقفك؟ يلا ربي يلا تعال هون ولا؟ كم مرة بدي اقلعكم من هون ولا؟ والله اذا لسه بشوفكم هون بدي اكسركم. خذ خذ الله لا يهمك. يلعنك حيوان ما بتفهم. قلت لك اتركها اتركها. تعي لهون كمان. انت مثل ما بتفهم الا بالضرب. خذي لكان. خذ لكان. وي اضربوا يا شهر اضربوا. خذ اخي يا امي شو هالوقفة الواقفة عندك يا فهمان؟ بعد أحسن ما بهدلة. شاكر شو بك ولا؟ شاكر أخي اتركه لا حيوان نسير معك نسير. اهدى شوي. الله يوفقك. اهدى اهدى شوي. شو بدك فيه؟ حبيبي
شلون شايف الوضع؟ وضع السيولة ما كتير منيح، مصرف مصاري كتير على الصالة غير الكازينو. مصاري من أمن ما أنا مشكلة، بس إنه أمنها لشوقي هذا اللي بيقهر يا جماعة. براسي موال بس ما بعرف. احكي. شوقي عنده ابن عم مريش شغال بالأسار. ايه؟ فكرتي بلاله 300,000. وبعدين؟ يعني شو؟ تاخد المصاري من جيبته اليمين وبتحطهم بالشمال؟ مو هيك قصدك ميماتي؟ هيك. هاي هي معلم. يلا ميماتي. خلص اعتبر حالك سافرت. لحظة، سمحت، لحظة. حط ايديك ورجليك بمي باردة. مرحبا. طيب الله معك. يا اهلين شاكر، كيف صحتك؟ احسن من هيك بنتزع. استنانا برا فرحات. شو منشربكم؟ قهوة سادة. اطلبي لنا 2 قهوة سادة. ايه شاكر، شو بدكم؟ خير ان شاء الله. خير خير. انت بتعرفني انا ما بحب المشاكل. قلنا عندك بقية حساب وجايين ناخده منك. كيف يعني؟ ما فهمت. شلون كيف لك آدم؟ حدا عم يزعجك هالأيام؟ نو. شغلك عم يمشي؟ يا. في شي كلب عم يضايقك أو شغل لك بالك؟ نو. أوكي، هذا كله بفضل مين؟ بفضلنا. فضلكن؟ ايه بفضلنا. طبعا انا كنت عازرك لانه نحن بنشتغل بالسر وبالعاده ما بننزل اسماءنا بالجريده. اما هلا بعد ما عرفت ما نشوف منك شكر منوب غلط، لان انا بنزعج كتير لما حدا ما بيعطيني حقي. يا ادم ادخل. شرف استاذ، تفضل. ما رح طول عليك. $300,000 فورا. شو عم تحكي لك شاكر؟ انت عم تطلب خوة من الشخص الخطأ. سكت لي هالكلب هاد. شاكر شراب قهوتك والله معك. قلت لك سكت لي الكلب. روح هلا وبعتبر حالي ما سمعت هالحكي وما بصوا لشوقي. ميماتي. هلا دورك. طالع لي دفتر الشيكات $300,000. هيك بدي اياك يا شاكر، تقدر يلي اكبر منك. هذا شيك من آدم صح؟ أنت بدك منا مصاري ونحن قلنا مصاري عند قرايبك آدم، وهو جابهم بالوقت المناسب. لا تواخذني بهالكلمة، القرابة شي والشغل شي. وأنت اللي قلت موت كية. بلى، لكن نحن ما عدنا أخوة، وأنا عينتك مندوب عني لهالسبب. هاد بدي منك تروح لعند العم مروان وتقول له ما عاد بدي أشوف وشه منوب، يعني رح أترك يعيش بشرط إن اليوم قبل بكرة ينقلع لبرات البلد. فهمت؟
لكان من هلأ روح نفذ. يلا ميماتي. بدي جثة هالكلب وجثة مروان قدام رجلي اليوم. شو انتهى؟ كل شي حاول يعمله طلع على الفاضي. بقي قدامه يصفيني. ساعتها بيكون عم يحفر قبره بإيده. شاكر، ما بصير تحتقر خصمك أبدا. أنا ما احتقرته عمي، هو ما خلى طريقه وما هاجمنا ونحن ساكتين. انت يلي علمتنا الصبر عمي. اي والله يا شاكر، الانتقام اكل طيبة بس بتتاكل باردة. عمي بعيد من هون، اذا بدبحوا باكلوا لهالكلب ما بكون شفيت غلي فيه. في بتمك كلام. إذا بتسمحوا لي شوقي، بيعرف إنه خالي ما رح يخاف منه ويطلع برا البلد؟ طبعا. يعني أنت بتجيب الخبر وخالي ما بيرد عليه؟ الشغلة واضحة، في احتمالين، يا بده يستناكن لحتى تهجموا عليه سوا، يا بده يقتلكن سوا. وأنا برأيي لا تستنوا يهجم عليكم ولا تهجموا عليه، اتركوا لي هالشغلة إلي وأنا بعمل اللازم. أنا ما عندي مشكلة، لكن اتفقنا. بتريد مني شيء؟ لا سلامتك. تفضل. تفضل شريف. يلا بخاطرك عمي. هلا معك. يا جبنة صار لك شيء؟ بخير. في حدا صار له شيء؟ صار إلك عنا وحدة يا مراد. أخي مراد، من هون وهيك نحن أخوة. عدوك عدوي وصديقك صديقي.